فهم هذه 3:30 تاع الصباح، جيت من ألمانيا باش ناخذ الطيارة من بلجيكا من شارلوروا. اليوم جمعة، دونك اليوم في الليل إن شاء الله البارتي تاع الترجي. أنا مانيش مكشخ، أما بالنسبة لي أنا هذه بارتي من تاريخ تونس تتلعب بالليل إن شاء الله، وإن شاء الله واحد يكون وجهه طالع خير على المكشخة وكهو. دونك ان شاء الله الخلوط لتونس 9 درج تاع الصباح، ومن بعد لف لف تلقى روحك 8 تاع الليل. عملت الشيكين رابيدمون بيسكو عندي كان فليجة صغيرة، وديجا ريت برشا ولاد مكشخين معناها علامات وكشكول و لا بون امبيونس كوا. دونك الفول نورمالمون معبي، ان شاء الله ان شاء الله مربوحه وكا هو باساج اوبليج في الديوتي فري كوم اوني في بلجيكا او كوم اوني على مثل مكشخه بارتو. Voilà donc tant que pas de دونك توا خلطنا الاستاد، توا الاربع غير ربع، مازالوا 4 سوايع على البارتي. ديجا يعني العبيد تحب على بكري بالكدا، على خاطر ديجا تشوفوا معناها باركينغ بريسك معبي، على خاطر بدات العبيد تدز، والحقيقه يعني امن ومسركله ومسربسه بطريقه غير عاديه. كيفاش يعيشوا بوزيتيف تايم بلا ما يدوخوا بلا ما ينزعل. استاد رادس، استاد رادس اللي باش يحتضن الفينال مازالوا اقل من 4 سوايع. هذه التواليت تاع استاد، احسن استاد في البلاد، فينال كوب دافريك. ساعتين مازالوا على البارتي، بدات تعبى تقريبا، فما 45,000 توا مازالوا 15,000 جالسين. Ruh dam, 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 ruh dam
جريلو جريلو هيا خنيسي خنيسي خطيرة والكرة وفيت واحد بلاش مكشخه ديك 45 صوت بح بالحق هبلنا يعني هبلنا اما تارشي تعب برشا في الميليو باللعبه ذي معناها لازم تبدل حاجه في الزمي تو باش نجم توصل الكره لقدام ما كانش جاي فارغ جاي فارغ في فارغ معناها فونتو صحيح لكن معناها يفودير برشا ديشي واللي لين يزوز بعد على بعضهم برشا ان شاء الله تتفجر حاجه في الدوزيام ميتون باش الكره تخلص لاتاكونات وينجموا ماركيو ان شاء الله يا ربي مربوح. الكرة بدري بدري حط الكرة هيا 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 خليل شمام كابتن اكزومبلير اكزومبلير هنا السيريموني تاع الكشخه شي يعمل كيف بريمون شي يعمل كيف هاو كل حاجه عندها بدايه ونهايه استاد فرغ البوليس مروح ما دارش فارغه اليوم انا واحد من اسعد الناس في الدنيا اللي نجمت نحضر على حاجه كيف هكايا بالانتونسيتي والليموسيون هذوما الحمد لله وكاو والله العباد احتفالات في الشارع شي يعمل كيف والله qui finit bien. C'était un excellent week-end. Franchement, c'était un excellent week-end. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Le واحد كتب له باش يعيش les émotions هذوما في تونس. Franchement, حاجة ما تنسى. إن شاء الله تونس ديما هكا يا ربي. إن شاء الله ديما فرحانين. وديما في الربح. والحمد لله هكا هو. اللي تو باش ناخذ الطيارة إن شاء الله راهو ديريكسيون دو شارل روا. وهكا توفى معناها واحدة من أحسن السوفينير
اللي جيش عملته في حياتي. اسحى منسي زياني زياني.